أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نستعرض مع بعض أخبار أحوال الطقس مع بعض. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، والطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد ولغاية القاهرة الكبرى، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والنهاردة كمان هيكون في نشاط رياح على كافة الأنحاء. خلينا دلوقتي نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك وتتمنى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، النهاردة الجو ألطف بكتير من امبارح. بالفعل هي موجة ارتفاع درجات الحرارة الحمد لله هتنكسر اليوم، في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 3 لـ4 درجات على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد. هنبدأ كمان نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض مع كتل هوائية شمالية غربية من على البحر المتوسط. العوامل دي كلها تجعل الأجواء خلال فترة النهار فيها طبعا انتصار لموجة ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على سواحلنا الشمالية. هتظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد الأقصر وأسوان. أما خلال فترات الليل فطبعا درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير ومع غياب أشعة الشمس، والاجواء هتبقى لطيفه جدا على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، معتدله على جنوب البلاد خلال فترات الليل طبعا. بالاضافه كمان ان احنا اليوم هنلاحظ نشاط للرياح على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد والقاهره الكبرى وشمال الصعيد. سرعات رياح اليوم هتكون ما بين ال 30 و45 كيلومتر على الساعه، وده هيساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره والاجواء الربيعيه المعتدله خلال فترات اليوم، ويمكن كمان هيكمل معانا لفترات المساء. الاستقرار في الاحوال الجويه وانخفاض درجات الحراره ده ان شاء الله متوقع ان هو يكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع، واعتبارا من يوم السبت هتبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع. هنستمتع بالاجواء دي خلال فتره الاجازه ان شاء الله. بالاضافه كمان ان شاء الله متوقع وجود شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. هي شبوره مائيه خفيفه جدا ما بتاثرش على حركه المرور، لكن طبعا بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه وتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس لانها شبوره مائيه خفيفه. النصيحة المهمة والأساسية في الفترة دي أنها نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 للساعة 3 العصر. الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، فمهم جدا إن احنا نبتعد عن أشعة الشمس، لأن تبقى طبعا بعض الأشعة الضارة ممكن تصيبنا بضربات الشمس. لو أنا موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للرأس الشمسية أو كاب. كمان احنا لسه في فصل الربيع، فمهم جدا متابعه النشرات الجويه لان الربيع دايما معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه. التراب اخباره ايه يا دكتوره منار؟ لا الحمد لله ان شاء الله مش هيبقى في اي اتربه ورمال مطر على الاقل نهايه فتره التنبؤ او على الاقل نهايه هذا الاسبوع، فقط نشاط الرياح هيساعدنا على الاحساس بالاجواء الربيعيه. كتير من السنوات الدراسيه دكتوره منار انتهت من امتحاناتها وابتدا بالنسبه لهم موسم الاجازه الصيفيه، نقول للمصطفين ايه؟ حاله البحر هتبقى عامله ازاي؟ وهل مناسب للملاحه البحريه ومناسب كمان لخروج الناس للشواطئ والاستمتاع بقى باجازه الصيف؟ هو طبعا بالنسبه للبحر المتوسط ارتفاع الامواج فيه معتدل تماما، يعني لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. بالاضافه كمان ان اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط في انخفاض في درجات الحراره خلال فترات النهار وفترات الليل ايضا. احنا بس نخلي بالنا من فتره تواجدنا على البحر فتره الظهيره من الساعه 12 للساعه 3. اما عن البحر الاحمر، في البحر الاحمر معتدل لمضطرب، ارتفاع الامواج هيوصل لـ3 متر وغير مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. شكرا ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا خلينا دلوقتي نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. نبتدي بالقاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 21، الإسكندرية 29-21، مطروح 27-20، سيوة 35-19، بورسعيد 30-20، دمياط 29-21، الإسماعيلية 35-19، والسويس 35-20.
العريش العظمى 30 والصغرى 19، طابة 36 22، كاترين 31 13، وشرم الشيخ 37 27، الغردقة 36 26، الفيوم 35 23، بني سويف 35 22، والمنيا 35 22. أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 23، سوهاج 37 24، قنا 38 25، الأقصر 41 درجة 25، أسوان أيضا بتسجل 41 26، الوادي الجديد 40 26، شلاتين 36 26، أما حلايب العظمى فيها 32 والصغرى 28. النهاردة في انكسار في موجة الحر، ولكن مازال الطقس حار، فخلينا برضو ناخد بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس. خلينا نرجع على طول لشاذلي والباسنت نستكمل باقي فقراتنا. تفضل. شكرا ليك يا منى. شكرا يا منى.